عودة كريستيانو المدريد والعرض اللي ب 72 مليون يورو. طبعا انت اول ما شفت الخبر جيت على فابريزيو رومانو وشفت هو منزل ايه، وفعلا فابريزيو كاتب ان كريستيانو في ريال مدريد وان كمان الصفقة اتكلفت 72 مليون يورو. لكن برضو ده يخليك ما تنساش الصفقة المهمة جدا اللي عملها ريال مدريد للاعب البرازيلي انيدريك. انيدريك هو لعيب برازيلي عنده 16 سنة وهينضم لريال مدريد في شهر يناير 2023، والمفروض ان هو هيكون من اقوى الصفقات في التاريخ لانه لسه سنه صغير وكمان قدامه مستقبل كبير جدا. والحاجة التانية هي عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد، وفعلا رجع كريستيانو رونالدو لريال مدريد عشان يتمرن في النادي لوحده، وده اللي خلى بعض الصحف بقت فيه معظم شبهات على كريستيانو ان هو يكون موجود في ريال مدريد. وخرجوا بعض الصحفيين والمواقع الكبيرة جدا في العالم بتقول ان كريستيانو بيمهد ان هو يتعاقد مع ريال مدريد. اما بالنسبة للعقد اللي ب 72 مليون يورو فده كان عقد انيدريك اللي كان كاتب عنه فابريزيو رومانو، يعني من الاخر كريستيانو في ريال مدريد للتدريب بس. ولحد دلوقتي ولحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في الفيديو ده هنا مفيش اي اخبار ان كريستيانو رسميا في فريق ريال مدريد. طب هل يا ترى كريستيانو هيكمل في ريال مدريد مع الفريق ولا لا؟ لحد دلوقتي محدش عارف اي حاجه، لان كريستيانو غريبه جدا ان هو اختار ريال مدريد يتمرن فيه. كان ممكن كريستيانو يتمرن عنده في البيت، عنده في البرتغال، في اسبانيا، في انجلترا، في اي مكان، لكن اختار ملعب ريال مدريد يتمرن فيه. وخلينا نشوف، وخليك انت كمان تقول لي رايك، يا ترى كريستيانو هيكمل فين الموسم ده والموسم اللي بعده؟ ريال مدريد، سبورتنج لشبونه، اي سي ميلان، ولا اي فريق تاني؟ انت في الكومنت واعمل لايك وسبسكرايب في المقص.